سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الحجاب اللي شايفينه قدامكم. هو كيف بتشوف؟ اتمنى الفيديو ينال اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. المقاسات اللي هحتاجها هيكون عندي طول الكابتشو وعرض الكابتشو. عرض الكابتشو انا وديه 32 سنتي، يعني من 30 لـ35 هيكون مناسب جدا. انا هنا عاملاه 32 سنتي. الطول هاخد من نص الراس بالشكل ده لحد ما اوصل للكتف، وهضيف عليه 3 سنتي. انا عندي هنا الطول 37 سنتي وضيف له 3 سنتي، يعني طول الكابتشو 40 سنتي. فعامله الطول 40 سنتي والعرض 32 سنتي. ده لو مش الهامل منه الكابتشو، وده اللي هعمله البندانة بتاعت الكابتشو من قدام، وده اللي هعمله الشال. ده كده طول الكابتشو 40 سنتي زي ما اخدناه، والعرض عندي العرض 32 سنتي، يعني من 32 لـ35 سنتي هنقص منه مقاس البندانة. هشوف مقاس البندانة هاخده كام سنتي، يعني مثلا لو هاخده 8 سنتي، طبعا يرجع لذوقكم ولرغبتكم. لو هاخده 8 سنتي هيبقى عندي العرض ده هنقص 8 سنتي من 32، يعني هيبقى 24، يعني المقاس ده هيكون عرضه 24 والمقاس ده هيكون 40 سنتي. طبعا القماش مطبق زي ما شايفين. ده كده الخلف، هعمل دوران من فوق بالشكل ده. ده كده اللي من ورا وده اللي من قدام، وبعدين هنا هطلع في حدود 3 سنتي بالطريقة دي. البندانة طولها هيكون 80 سنتي، بحيث ان انا هلفه بالشكل ده على الامام من الناحيتين يمين وشمال. كمان عرضها هيكون في حدود 18 سنتي، بحيث ان لما اطبقها بالشكل ده يكون 9 سنتي. 8 سنتي للبندانة و1 سنتي لزيادة الخياطة. الشال او الطرحة هيكون عرض الكاميتشو زائد 35 سنتي، يعني انا عندي العرض هنا 32 سنتي وهضيف له 35 سنتي كمان. القماش هيكون مطبق، ادي كده القماش مطبق بالشكل ده. ده كده 65 سنتي او 67 سنتي مطبق بالطريقة دي، والعرض ده هيكون في حدود 35 سنتي او 40 سنتي على حسب ذوقه. انا هنا عاملاه 30 سنتي علشان القماش عندي مش كتير، فعلى حسب ذوقكم العرض والطول. برضو لو شايفين ان الطول 65 كتير ممكن تصغروا منه. انا بعد ما هركبه هشوفه، لو كتير انا هصغر منه. هخيط الكابتشو بالطريقة دي من الخلف ومن فوق، وبعدين هركب فيها البندانة. ينفع يتعمل ببطانة، بس انا مش هعمل بطانة، لان ركبت البطانة قدامكم كتير خالص في حاجات تانية. فبنفس الطريقة هتركبوا البطانة لو حابين تعملوا بطانة. بعد ما خيطت الكابتشو بالطريقة دي زي ما شايفين، هجيب البندانة وهطبقها بالطريقة دي وهخيطها. هركبها بالشكل ده. لحد ما اوصل للناحية التانية. بعد ما خيطت الكابتشو وركبت فيه البندانة بالطريقة دي، عملت لها سرفلة طبعا علشان مفيش بطانة. هجيب الشال او الطرحة وهاجي من عند النص بالطريقة دي وهركبها على الخلف بالشكل ده. هركبها وهنيجي برضو نشوف هنكمل ازاي. بعد ما ركبت الكابتشو في الشال بالطريقة دي، هاجي اعمل سرفلة وهتني الشال من كل النواحي. بعد ما هتنيه هجيب عروة بالشكل بالطريقة دي او بالمقاس ده، وهخيطها وهقفلها من ناحية، والناحية التانية هخليها علشان اخرجها منها. وهجيب عروة تانية برضو، بس دي هتكون اصغر،
يعني العروة دي هيكون مقاسها صغير. هقفلها بالطريقة دي وبعد ما هخرجها هنشوف هنكمل ازاي. ده الكابتشو بعد ما ركبته وتنيته بالشكل ده وتنيت الشيل او السكارف من كل النواحي بالشكل ده. على فكرة انا صغرت منه 10 سنتي، قصيت من المقاس ده 10 سنتي، بدل ما هو كان 35 سنتي انا عملته 25 سنتي، وقصيت برضو من الناحية التانية صغرتهم هما الاتنين ناحيتين 10 سنتي. ودي العراوي اللي انا عملتها، ودي توكت الحزام اللي انا هستخدمها. بالشكل ده بعد ما احطها بالطريقة دي هركبها بالشكل ده من الناحية دي، هركبها بالطريقة دي هخيطها، وبعد ما هخيطها هجيب الناحية التانية. العروة التانية هركبها في نص الاسكارف وعلى الكتف، يعني المنطقة دي اللي من قدام بالشكل ده هبقى جاية على الكتف بالظبط، وهجيب العروة وهركبها بالطريقة دي في نص الشال وعلى الكتف في المنطقة دي، هخيطها بالطريقة دي علشان لما اجي استخدمها شايفين زيادة الخياطة والخياطة متبانش. هركبها وهنيجي نشوف شكله النهائي. ده كده شكل العروة بعد ما ركبتها اللي فيها التوكة، هيبقى بالطريقة دي. دي العروة التانية هيبقى بالطريقة دي، وهنشوف في اللبس. دلوقتي هنشوف شكله في اللبس. هجيب الناحية دي وهرفعها لفوق بالشكل ده على الرقبة بالطريقة دي، وهجيب الناحية التانية اللي فيها التوكة برضو هرفعها لفوق بالشكل ده بحيث ان هي تدير الرقبة، وهدخل العروة في التوكة. هيبقى ده شكله، ده برضو شكله من الخلف او من ورا، هيبقى بالطريقة دي. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، اتمنى تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.